هذا سائل يقول: ما هو الصحيح أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بالسحر الذي سحر به، أم أنه مات متأثرا بالسم الذي وضع له في الطعام كما ثبت في صحيح البخاري؟ نعم، هو بالسم، هو تأثر بالسم عليه السلام، ما هو بالسحر، لأن السحر شفاه الله منه برقية جبريل عليه السلام، رقاه فشفاه الله منه. لكن السم، إذا إن كان أنا ذكرت السحر فهو غلط، الذي مات به صلى الله عليه وسلم أثر السم. نعم.